أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. العراق ما أن تنكشف أزمة ما ويتنفس العراقيون الصعداء حتى يدخلوا في أزمة جديدة. أزمات كثيرة عاشها العراقيون منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة: انعدام الكهرباء، جفاف الأنهر، التصحر، ملوحة المياه، أيضا الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية، التعليم وسوء التعليم، سوء الخدمات في القطاع الصحي، المستشفيات، وكل شيء يخص الشعب العراقي يعيش العراقيون في أزمات. اليوم هنالك أزمات جديدة، والسبب في هذه الأزمات الكتل السياسية والأحزاب وصراع السياسيين من أجل منافع شخصية بحتة لا تهم الشعب العراقي ولا يوجد مصلحة للشعب العراقي فيها. أزمات العراق موضوع حلقتنا لبرنامج صوتكم لهذا المساء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الفيديو الذي شاهدتموه الآن هو تظاهر لمزارعي منطقة البنافع في محافظة بابل أمام دائرة الموارد المائية في المحافظة احتجاجا على انعدام الماء وتسبب أو ما تسبب أيضا في تصحر الأراضي الزراعية في محافظة بابل، إضافة إلى موت الكثير من المواشي. كانت هذه التظاهرة من أجل التحصل على ما يريدونه. اليوم أزمات العراق منها أن العراق يعيش في أزمات متعددة. الأزمة الحقيقية التي يعيشها العراقيون اليوم هي انعدام الشعور بالأمن والأمان. ليس الأمن والأمان أقصد به أمان المواطن داخليا الذي يجب على الحكومة ووزارة الداخلية والقوات الأمنية أن تحميه. شعور المواطن بأمنه داخل البلد معدوم. شعور المواطن بأنه مرغوب به داخل العراق معدوم. شعور المواطن أنه يتحصل على حقوقه في هذا البلد معدوم. رواتب العراقيين فيها مشاكل، التقاعد فيها مشاكل، جوانب الرعاية الاجتماعية فيها مشاكل. الكثير من المواطنين يقبعون في مخيمات ويسجلون كنازحين. الكثير من المواطنين مغيبون قسريا وغير قسريا، والكثير من الأبرياء يقبعون داخل السجون العراقية نتيجة دعوى كيدية أو مخبر سري. واليوم هنالك أشخاص يتهافتون فيما بينهم من أجل المصالح الشخصية. منهم من يقول أنا لست ملزم بمدة زمنية كي أشكل حكومة، أتكلم هنا عن الإطار التنسيقي، وجزء من عندهم يقول لا، أنا الكتلة الأكبر وأحكي هنا عن التيار الصدري، وجزء من عندهم يقول إحنا راح ندخل في فوضى خلاقة دولة القانون. إذا تباعون عليهم ما بهم واحد وقال ليش أكو نازحين؟ ليش ما نفكر إحنا نرجع النازحين ونعمر المدن المدمرة ونخليهم يعيشون بحياتهم آمنين؟ ليش ما نفكر إحنا ننهي قضية النزوح مثلاً، ننهي قضية المغيبين، ننهي قضية المعتقلين والأبرياء داخل السجون العراقية؟ هواية نقاط اليوم موجودة بالعراق. من ضمن الأزمات اللي موجودة بالعراق، الفيديو الأول اللي شفناه اللي ظهره بمزارعين محافظة بابل، عندنا مثلا التلوث في المياه. عندنا فيديو آخر أريد أن أطلع لحضراتكم حتى تشوفوا إخواني الأعزاء عن قضاء الفهود وما حصل من تلوث المياه في قضاء الفهود. خلونا نتابع سوا. اللي فرع من دجلة جف ما جاي يوصلهم ماي لأن مياهها شوية حلوة. هذا النهر يجي من الفرات، الفرات أصلا هو مياهها مالحة وملوثة بسبب من؟ بسبب فتح قنوات الصرف الصحي عليه. فأبناء الفهود اليوم يتعرضون إلى إبادة جماعية، يعني موت بطيء. مثل ما تشوفون هذا النهر تكثر به الطحالب والحيوانات النافقة، ف
فهاي القضاء يعني جاي تعاني معاناة جدا كبيرة للأسف الشديد. هاي الأقضية والنواحي اللي تابعة القضاء الفهود وحتى قضاء تشبايش طبعا انظلمت من قبل السياسيين اللي حكموا البلد 18 سنة. إذا لاحظتم مشاهدينا الكرام الفيديو اللي طلع قبل شوية، إذا تلاحظون هسه هنا هذا مفروض مجرى نهر، هذا هنا أكو مي، المفروض هذا المكان اللي هم واقفين به المفروض هذا نهر، النهر إذا تلاحظون المفروض لهنا على أقل تقدير جف. السبب فساد السياسيين. محمد من أمريكا ويانا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم وحي قناة الرافدين والكادر. حياك الله أخوي العزيز. أستاذ أسد عمري بولي هي أصابات تحكم البلد. نعم. أنا ضد الشعب، ضد الفلاح، ضد حتى المواطن الفقير مثلي. هاي رفوقات وأبو عمامة. نعم. هم دمارة والبلد دولي. قلت لك الله هجموا للبلد هجم. الله يهجم على وشهم إن شاء الله. نعم. هم يريدون العراق ينهض، لا زراعة، لا أمان. قلت لك الله حتى القاعد بيه تماما من على روحه. يقولك الله دولة هم متبسلين إيران، هاي الوسخة أدرى الطفاويل هم صبحوا إيران ليس للعراق. أخ محمد، أخ محمد إذا تسمح لي، إذا تسمح لي اليوم موضوعي عن 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 العراق أنه هذا بلد الأزمات، العراق بلد الأزمات التي لا تنتهي. برأيك أخ محمد أزمات العراق مثل مدى تطلع اليوم، مثل ما شفنا مثلا بقضاء الفود قبل شويه جفاف الانهر، الصوره اللي موجوده حاليا ورايه هم نتكلم عن جفاف المياه بالعراق، شنو الحل اللي تتوقع ان المفروض يسويه العراقيين حتى نتخلص من الازمات اللي موجوده حتى يرجع الحق لاصحابه مثل ما هو موجود؟ استاذ اسد من الاخير العراق من هو ابو عمامه يا ابو قاسم، هذا كلها مصالح ضد العراقيين. أنا مو إيران كفيلك الله، أنا مو إيران، أنا مو انحربت ثلاث سنوات حربت العراق مع إيران. نعم. لا أبو عمامة وأبو قاص هم يستغلوا صالح للعراق، كفيلك الله صالح إيران. نعم. أنا أشوف المخيمات والظلم من يسأل عليهم، أنا من قال عليهم، شوف كفيلك الله وأنا بسؤل على كلامي راح يطلع لهم واحد معمم شلون حيحرزهم حرز. حتى المراجع ما يترك لها حرجة. كثيرك الله أحيي قناة الرافدين والكادر وأحيي المجاهدين الأبطال. حياك الله. عاش العراق. حياك الله. شكرا حياك. شكرا لك أخ محمد. هم محمد بس من بغداد. حياك الله يا محمد. الله محييك صادقا. حيا الله أصلا. يسلمك ربي. انحل بالعراق. أيه. ماكو حل بالعراق أبدا. يعني تحضرتك من قبل شنو تحل من هذه هاي الأزمات؟ أنت تحضرتك متتحدث على هذا الموضوع أو تشوف هذا الطالب مالتك تكون يكون أكو حكومة ابن عادلة، حكومة وطنية، حكومة هي خير بالبلد. زين انت اخ 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 محمد من تقول لي انه ماكو حل، يعني يجب على العراقيين انه يؤمنون انه ماكو حل بالعراق، ولازم نؤمن والعراقيين يؤمنون انه هذا الحال اللي نشوفه حاليا بالفيديو، مثلا مياه جافه، انهر جافه، حقوق ما موجوده، حقوق مسلوبه، نازحين، مغيبين، معتقلين، ابرياء يدخلون للسجون، هذا لازم يؤمن به العراقي ويقول انا خلص سلمت امري رب العالمين واعيش هاي الحياه وهي ماشيه. لا هذا مو حل. هي هاي حضرتك ذكرتها من هاي الازمات كلها والمعاناه والمشاكل. نعم. سببها منو؟ سببها الشعب العراقي؟ سببها هي هاي الاحزاب والحكومه اللي جت البلاحه في البلد هذا. فحاضر اقول انا ماكو حل. ماكو حل بمعنى بانه هاي الحكومه ما تسوي اي شيء بهالبلد هذا. نعم. هي تزيده خراب، ما تزيده نهضه، ما تزيده اعمار، ما تزيده مثلا تطور بالبلد. فهاي الحكومه مو ترجع من الادبيه بمعنى يعني هاي الحكومه يجب ان تضاد او يجب ان يعني تتغير، تتغير من الاساس. الاحزاب تتغير، المنشات تتغير، الحكومه تتغير، القضاء عن فساد، القضاء على هاي الحكومه، حكومه جديده تعالج هاي الازمات كلها بالعراق. هم الحكومه ازمات خلوها من السنه لحد الان، كلهم يصلحوا بالبلد، ازمات ورا ازمات، ازمه الماء والكهرباء والفساد الاداري والبنيه التحتيه والمعامل والشركات وهذا في سبيل كبيره بالبلد.
إذن حكومة هاي الحكومة الموجودة حاليا يجب أن تتغير نهائي على مود تشكل حكومة جديدة. ناس وطنيين، ناس عندهم إيمان بأن يبنون هذا البلد. تغير الوضع، يتغير الحين، يتغير من جديد. إحنا بحالة فوضى بالعراق، حالة فوضى، حالة دمار بالبلد. يعني ماكو إلا إدارة تغير. أتمنى يعني أبعد الصبح على هذه الحكومة وتشكل حكومة جديدة على مود تقضي على هذه الأزمات كلها. لأن هذول كل شيء ما يسوون، هذول أبد ما يسوون شيء. لا يغيرون ولا يعدلون ولا يبنون ابدا. هم اللي يجيبون هاي الفوضى، هم اللي يجيبون هذا الحرقاق للشعب، هم اللي يجيبون للشعب والشعب راضي وساكت ما اعرف بعد. المفروض الشعب كله، وانا واحد من الناس الله وكيلك، نعم طلعت بالمظاهرات وهم رحت وهم هذا، بس مو بقول ما اقول ما قرت الضوء علي يعني احنا ما نفكر. لان انا كنت ملتي مو اريد اغير هاي الحكومه، مو كنت استعرض اكتب صور اكتب صراحه انا يعني مع احترامي للشهداء اللي راحت ومع احترامي للناس اللي ظهرت، بس انا كنت ممكن اريد اغير هاي الحكومه صراحه، بس انت في السبب طمعوها وقضوا عليها مع الاسف يعني. نعم شكرا، شكرا لك اخ محمد. أعتذر منكم مشاهدينا الكرام، نسيت أنوه للمشاركة بالبرنامج، تقدرون تتصلون بنا على واحد من الأرقام اللي تشوفوها أسفل الشاشة. عندكم مشاركة من داخل العراق رقمين أمامكم، وعندكم أيضا رقمين إلى خارج العراق للأشقاء العرب وأيضا للأخوة العراقيين اللي ساكنين في دول المهجر. عندكم ذني الأرقام للمشاركة، وأيضا عندكم رقم الواتساب تقدرون تدزون عليه رسائل حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة في حال أنه ما قدرنا يعني أو ما قدرتوا تحصلونه لأي سبب من الأسباب. مشاهدينا الكرام، جزء من المشاكل العراقية اللي موجودة مثلا الفساد. إذا نريد نحكي على الفساد ونطلع لكم فيديوهات عن الفساد فهي هواية، بس عندي فيديو واحد أريدكم تشوفوه وتسمعوه وتركزون به. يتكلم هذا الفيديو عن التسويف الحكومي للعهود اللي نطتها الحكومات والسياسيين حول المحاضرين في العراق، محافظة ديالى. المحاضرين، أضابير المحاضرين في المحافظة صوروها بطريقة ما بين والحال اللي بيه الأضابير، خلونا نشوفها. طبعا هاي حال أضابير عقود المحاضرين مثل ما تشاهدون، وشوفوا البعض من عندها تعرض إلى التلف. تشوفون العفونة وهاي بيها العقود للأسف. بس اعطيني شوية مجال خلي أصور البقية. هياتها موجودة بقاعة مديرية التربية، يعني هاي معرضة للتلف، وممكن بسبب عوامل الجوية ممكن تتعرض إلى العفونة، أو ممكن نوع من الحشرات أو الحيوانات، يعني أجلكم الله، يعني مثلا فارة أو نوع من الحشرات يقضم الأوراق مالتها، وهاي بيها مصير آلاف العوائل وأرزاقهم كلها معتمدة على هاي العقود. بال 2022 وطريقة خزن الأضابير بهذا الشكل، بال 2022 وعدنا أضابير ورقية كأنما العراق بالعشرينات من القرن الماضي. بال 2022 وما عدنا نظام حكومي أو سيستم حكومي يعني إلكتروني على كمبيوتر مثلا يسجل بها الأضابير ويحفظ. هاي رقم واحد. رقم اثنين، تذكرون الكتب المدرسية اللي صوروها في فترة من الفترات اللي مشمرة في مرافق المدارس، والمناهج التدريسية أيضا اللي صوروها يعني مشمورة في مكب النفايات. هاي كلها جزء من الفساد اللي دا يصير بالعراق. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام أستاذ أفل، الله يخليك. هو بس الماء، بس الزراعة، بس الصناعة، وكل شيء عدم يا أستاذ أفل الله يخليك. وأنا قبل فترة قلت لك المردود على الشعب زعلت عليه، أنت شخصيا زعلت عليه يا أستاذ أفل. إحنا إلى متى نظل نترجى من هاي الحكومات؟ إلى متى؟ يعني أنا هسه أوجه سؤالي إلى الشعب العراقي. يعني 19 سنة ما سوونا كل شيء، قاد قتيل تهجير، شنو تأمل بعد أستاذ أفل الله يخليك؟ شو سوونا؟ أهل العمايب طلعوا فينا قوم، سلمناها على أبو القاط والرباط، سوى الأضعاء حسام عتكع بعد. يعني إحنا
الحاكم خشنا يا استاذ أفل، واخرى وثانيه الاخ المتصل قبل شويه ما نريد نقطع الامل يا استاذ أفل. احنا التكاتف مالنا والخوه هي هاي راح تقطع هاي الحكومات اذا نيأس من هاي المواضيع. فما تصير ان كل حل استاذ أفل. هذول استبحلوا، واللي استبحل يراد له قوه اكبر. القوه من هي؟ القوه الشعب. الشعب يا ما سقط العصر نظام وسقط يعني عثوا علينا ذولا يا استاذ أفل الله يخليك. على اساس راح اقول نص الشعب راضي عليهم والنص الثاني ما راضي. احنا لو الكل ما راضي والله ما وصلنا لهيج مرحله ابد. مكافي جوع قتل تهجير شنو اللي بعد يسوونه؟ وش ننتظر منهم يا استاذ أفل؟ الله يخليك. واريد من خلال برنامجكم 2003 الدول العربيه ليش ساكته عن القضيه الفلسطينيه؟ ليش رأسها اخوي؟ نعم نعم شكرا. نعم تفضل ابو عراق. استاذ أفل انا المساله الثانيه مو بس مساله العراق، هذول اخواننا الفلسطينيين اللي جاي يقتلون بيهم. نعم يعني انتم يا رؤساء العرب ولكم ضمير ما عندكم؟ ما تخافون الله ولكم؟ مو ذول اخواننا ذول؟ وهاي القضيه الفلسطينيه مو تمت فلسطين، تهم كل عربي شريف اصيل. وانا اذكرك اخوي. حياك الله اخوي العظيم، اخوي العزيز ابو عراق، شكرا جزيلا لك ابو عراق من الفلوجه. مشاهدينا الكرام، يعني من ضمن ازمات العراق اللي يعيشها واقع العراقيين المأساوي، يعني احنا اليوم المفروض البلد من اغنى بلدان العالم، العراق بخيرات كثيره، بعيدا عن النفط عندنا ارض زراعيه كبيره ومساحه زراعيه من المفترض لو استخدمت او استصلحت بطريقه صحيحه تعطي ايراد للدوله بشكل كبير جدا، اضافه الى الكثير من المحاصيل الزراعيه اللي كان العراق عنده اكتفاء ذاتي منها الحنطه والشعير، واضافه الى بعض المحاصيل الزراعيه مثل الحمضيات وبعض الاشياء اللي تعتبر اساسيه في مائده الاسر العراقيه. لو كانت الزراعه بصوره صحيحه وبصوره طبيعيه وكانت الزراعه العراقيه تمشي صح لكانت عندنا اكتفاء ذاتي بكثير يعني من كثير من المحاصيل. يعني لو عندنا اكتفاء ذاتي من محصول الطماطم فرضا فما يحتاج العراق يستورد طماطم من الخارج، وعليه اذا ما استورد ما راح يعطي جمرك ولا راح يعطي اسعار مواد مثلا او سعر الطماطم الى المنشا مثلا ايران او تركيا او اي دوله اخرى. وعليه هو دا يستخدم المنتج مالته، والمنتج مالته اللي دا يزرع الفلاح دا ينباع بسعر بسيط بعض الشيء بالنسبه الى المنتج المستورد، فراح يخفف عن الدوله. عندنا صناعه معامل عراقيه كثيره، واذا نريد نعدها 5520 معمل تقريبا، كبيرات معامل كبرى، معامل المفروض اقل معمل يشغل 1500 عامل عدا المهندسين والكوادر الاخرى. لأن المعامل لو تشتغل صح، إضافة أنه هي تقلل نسبة البطالة، لأنه ما راح يكون عندك نسبة عاطلة عن عمل بقد ما موجودة هسه، يعني أكو عمال دا يشتغلون بهاي المعامل، وهاي المعامل راح تنتج لك إنتاج محلي لبعض المواد وبعض الأشياء اللي أنت تستخدمها ببيتك أو في سيارتك أو في أي جزء من حياتك. وعليه همينة راح تعطيك وارد تقدر تصدره إلى الخارج. مثلاً معمل أدوية سامراء كانت الأدوية تصدر إلى دول الجوار، فأنت من تصدر دواء من معمل أدوية سامراء راح تأخذ عليه مردود يطب خزينة الدولة يخفف عليك. كامل من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام.
استاذ اني كنت اني فوز الدوله ذيك الدوله دي مال 2003 لحد الان بس نعم. اليوم صار يومين استاذ الدوله يسوها الشكل اللي يحكم بالوطنيات نعم ورئيس وزراء مصطفى كاظمي تاج راسي يعني قام يحكي بالوطنيات مش يوم ما كان وقال ان شاء الله ابشر الشعب العراقي بخير استاذ يعني هسه الشعب العراقي بخير؟ لا مو هسه القبل كان مو خير بس هسه صار ليوم يلا يلا شكلت الدولة إن شاء الله جاي يصير أحسن أنا صحيح أنا أحب وطني أحب الشعب أنا يا ريت أخدم الجيش العراقي الجديد أخ كامل ما أدري إذا تسمع انقطع الاتصال أنا بس أريد أسألك بالنسبة إلى هاي الصورة اللي قدامك دا تشوفها حاليا هذا مجرى نهر بس باوع لي إيش صاير بي شوف لي كمية النفايات اللي موجودة بهذا المجرى طبعاً هاي تسبب أمراض لأنه تعتبر مياه آسنة إضافة إلى صرف مياه شبكات الصرف الصحي داخل الأنهر همينة واحدة من المشاكل كنت أتمنى أخ كامل أسألك بعض الأسئلة لكن انقطع الاتصال مع الأسف وهو جزء من مشاكل العراقيين اليوم مع قضية الاتصالات لأنه عندنا شبكات اتصال كثيرة عندنا أكثر من شركة اتصالات المواطن يدفع فلوس لكن ما يحصل شبكة صحيحة ولا خدمة انترنت صحيحة بسبب الفساد الموجود في شركات الاتصالات وأتذكر أو حسب ما تتذكرون أول من اتهم في قضية رشوة بالاتصالات رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لما كان وزير الاتصالات دور وراها راح تعرفون شنو قيمة الرشوة اللي أخذها أبو عراق ويانا حياك الله قطاع الاتصال يا أبو عراق واحدة من مشاكل العراقيين أيضا إضافة إلى النفايات والصورة اللي قدامي هي تبين لكم تجريف البساتين والحزام الأخضر على المدن الحزام الأخضر لما نوجد هو لأجل أن تمنع بعض الشيء اللي دا يصير ببغداد خلال اليومين الماضيات الحزام الأخضر والأشجار المعمرة لما تنبني على حوالين المدن أو دائر مدار المدن ومحيط المدن هو من أجل إذا صارت عاصفة ترابية تقلل شوية من حدتها تجريف الأحزمة الخضراء بعض المدن مثل بغداد مثل ما تشوفوها صار لها كم يوم وأكو غضب شعبي على هاي الصور وناس قامت تتعلق وناس قامت تتحشش وناس قامت تنتقد على العجاجة اللي صارت بالعراق هو سببها يعني حدتها ما أقول لكم قبل ما كانت أكو عجاج ما نقول قبل ما كانت أكو عواصف ترابية بس ما كانت بهالحدة لأنه أغلب المدن بها أحزمة خضراء اليوم أغلب المدن خسرت هذا الحزام إضافة إلى التصحر لأنه هواية من المدن اليوم جفت ويبست وتحولت إلى مدن صحراوية بسبب اللي هو اعتداء إيران على حصص العراق المائية اعتداء إيران على حصص العراق المائية أدى إلى جفاف الكثير من الأنهر أدى إلى جفاف الكثير من روافد نهر دجلة مثلا اعتداء إيران على حصص العراق المائية خلى هواية من المزارعين ينزحون ويبطلون مهنتهم ويطلعون من مناطقهم الزراعية ويبيعوها مثل ما تشوفون حتى يروح إلى المدينة ويدور مصدر رزق ثاني اعتداء إيران على مياه العراق سبب خسارة كبيرة إلى مو بس الفلاحين راح يسبب خسارة للفلاحين كمهنة للمواطنين أنه يستحصلون محصول عراقي ثروة سمكية أو حيوانية مائية راح تخف وتقل إضافة إلى ذلك الحياة راح تتأثر لما دورنا على العراق ونشوف أنه لماذا العراق هو بلد أزمات وجدنا تقرير يقول الأزمات المتتالية في العراق بدأ أغلب المثقفين وأصحاب الفكر يشكك في حقيقتها وهل فعلا هي أزمة أم صناعة يعترفها الحاكم شنو يقصدون بهذا التقرير أنه اللي يحكمون العراق عند حرفة وعند مهنة هي صناعة أزمات أنه كل ما تصير انتخابات لازم احنا نطب بأزمة جديدة كل ما يريدون يشكلون حكومة لازم نطبوا بأزمة جديدة أبو فاطمة كان المفروض يدخل ويانا وانقطع أتمنى ترجع لنا يا أبو فاطمة أتمنى حتى نسمع رأيك
اللي يقصد به يقول انه اللي يحكم اليوم بالعراق حتى يضمن بقاءه ويضمن بقاء حاشيته اطول فتره ممكنه بالحكم او يقعد على هذا الكرسي، هو يخلق ازمات، من خلال هذه الازمات يستخدم سياسه كسر العظام الى باقي السياسيين مو للشعب حتى يبقى بهذا المكان. لما يبقى بهذا المكان راح يستحصل هوايه من الفوائد والمنافع. يقول التقرير اللي موجود جوا ايدي يقول استطاع من يدير دفة السلطة في العراق من عام 2003 إلى هذا اليوم، عفوا إلى ما قبل تظاهرات عام 2019 أي التظاهرات التي سبق ثورة تشرين، إقناع الشعب العراقي أن وضعهم أفضل من وضع هواية بلدان بالعالم، وواقعهم أجمل من أغلب البلدان في العالم، وأغدقهم ببعض فتات المال كرواتب ورشا لبعض أصحاب النفوذ في المجتمع اللي أصبحوا أبواق للسلطة. لكن بعد هذا العام أي عام 2019 أصبح العراقيون يفهمون اللعبة وأصبحوا يعوا ما حولهم، وأصبحت الخبر الأدسم لوكالات الأنباء حول العالم هي تظاهرة عام 2019 وبعدها ثورة تشرين، وكل ذلك بفضل الساسة الذين لا هم لهم سوى صناعة مجد زائف سرعان ما يرمى في الأركان النتنة من التاريخ. هذا التقرير منشور في عام 2020 حول الأزمات في العراق. من ضمن الأزمات اللي موجودة في العراق سعر صرف الدولار، يقول تخفيض قيمة الدولار أو تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار هي أكبر مصيبة في العراق وأكبر خطة سياسية غير مدروسة صعقت العراقيين وجعلت الكثير منهم يعبرون خط الفقر. والسبب أنه أكو سياسيين ما يفكرون بواقع الحال وشريحة واسعة من المجتمع العراقي. شرائح المجتمع العراقي خصوصاً المتوسطة ومحدودة الدخل لما تلقت صدمة تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار اكتشفت أنه رواتبهم تبدأ من 500 دولار فما فوق، ويعني أن موظف الدولة الذي يمثل النسبة الأكبر من القوى العاملة في المجتمع تعرض لضربتين خلال أسبوع واحد ستؤثر بشكل ملحوظ على قدرته الشرائية وإمكانية تسيير لشؤون النفقات الحاكمة لديه بمثل ما كان عليه قبل التغيرات الأخيرة. وكعادة كل أزمة تعصف المجتمع العراقي تقاذفت الحكومة والبرلمان والكتل السياسية مسؤولية ما آلت إليه أحوال البلاد الاقتصادية. فجزء يقولون الحكومة هي السبب، والحكومة تقول البرلمان هو السبب، والبرلمان يقول رئاسة الجمهورية هي السبب، ورئاسة الجمهورية تقول احنا ما لنا علاقة، الحكومة هي اللي ترفع القوانين، وأبو الحكومة يقول وزير المالية، وزير المالية يقول التجار، والتجار يقولون اكو ضغوطات سياسية، وكل من قام يشمرها على كتف الثاني، واللي دا يدفع الثمن هو المواطن. اللي دا يدفع الثمن دول الجهال. ناصر من بغداد حياك الله. ناصر؟ نعم مرحبا استاذ. حياك الله يا غالي. استاذ تو مدروسة مسبقا. نعم. يعني مو آنية، هاي مرتبة مرتبة ضمن جدول مرسوم أزمة من أزمة. نعم. يعني هاي الأزمة السياسية هسه هاي المفتعلة. هذه ضد شعب عراقي 40 مليون واللي يقيمون بالأزمات استاذ دولة أجنبية مجاورة للعراق واللي جو على الأمريكان وياهم. نعم. يعني الحكومة العراقية حكومة مؤدلجة من قبل الأمريكان ومن قبل الإيرانيين، فمع الأسف هذه الأزمة اللي أذت شعب عراقي 40 مليون. يعني انت هسه السيد من خلوك رئيس كتله تاخذ اعتكاف 40 يوم، يعني هي صايره سيده ما صايره. نعم. هم يعتكف السيد الشعب والله العظيم. اليوم انا بالشورجه استاذ بالشورجه اليوم ما قابلين على السيد. نعم. وبسمه استاذ افل بسمه انطوا اسمه، مو قالوا السيد لا انطوا اسمه، قالوا احنا اعتمدنا عليه انه يعمر بك انه بياخذ 40 اجازه، ما قابلين عليه. نعم. فهذه الازمات متعمده متعمده. هسه اليوم بغداد
تمر أزمة وقود داخل المحطة في بغداد. اليوم أزمة وقود داخل بغداد، بعض المحطات غلقت أبواب، فهذه متعمدة. يعني اليوم بعض المحطات ما بها يعني ما تعطي للمواطن السب بغداد؟ لا لا، معك هواية 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 محطات خوب. اليوم أنا من جيت لقيت المقفولات، والله العلي العظيم أزمة متعمدة. احنا مع الأسف الشعب العراقي يظل يمر بأزمات من أجل أنه إذلالة أستاذ رفل، إذلالة. يعني احنا نتأمل بالسيد وبغير السيد وهذه، لا والله العراق مع الأسف مو مناع، اللي يستلموه مو مناع الإطلاق. فإحنا من نريد شيء من مسؤول، يتجاوب كون يتجاوب. يعني حتى من زاد سعر النفط هسه وصل فوق 100، ايش يقترحوا الحكومه؟ ينطون على اساس سلف للمواطنين وهذا. نعم. يمتصون غضبه. بالله العظيم استاذ عفل كل شيء ما المصارف تنطي سلف اصلا معقده، اربع خمس عوائق خلين قدامك يجيب لك كفيل ومعروف شنو المتقاعد ما ينطون. نعم. زياده النفط ليش؟ ينطون سلف حتى يصل المواطن. نعم. بس مع الاسف السيد سلمنا، السيد سلم اماله ما راضين عليه نهائيا. نعم. لان ياخذ 40 يوم وشعب عراقي ينشو بالنار والله العظيم. استاذ عفل اليوم انا بالشورجه انحكى بالاسم عليه. قالوا احنا سلمنا امانه مفروض يصونها ويحافظوا عليها، مو يفرط فيها. نعم نعم. فيا استاذ عفل انا ما داخل حق المواطن يقف، اكو جماعه يريدون يشاركون. لكن والله العظيم هذه الازمات متعمده ومدروسه بالخارج ويدزوها للعراق مسلفنه كامله، بس على المسؤول العراقي نفسه. زين استاذ؟ فانا اشكرك واعتذر والله، خاف طلت شويه بالحديث. نعم نعم نعم، شكرا شكرا لك اخ ناصر. ابو سميه من الانبار، حياك الله يا ابو سميه. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. أخي الكريم، بخصوص الأزمات التي تطيح بهذا البلد، نحن تعودنا منذ الاحتلال وحتى يومنا هذا، تعودنا أن الأزمات لا تنتهي، من الأزمات السياسية إلى الأزمات الاقتصادية إلى الأزمات في الأمان. الأزمات الاقتصادية لها أسباب كثيرة. السبب الأول أنها مفتعلة. نعم، نقولها أن الأزمات الاقتصادية مفتعلة، لأن هؤلاء الحكومة الفاسدة يعلمون أن هذا الشعب إذا عاش في ظل الأمان الاقتصادي سوف يفكر بالتغيير، لذلك هم يفكرون بأن يكون هذا الشعب يترنح بين أزمة وأخرى. ومن الأسباب الرئيسية الأخرى أن الأزمات الاقتصادية لماذا دائما تعصف بهذا البلد؟ لأن الذين وصلوا إلى سدة الحكم هم ليسوا من أهل الاختصاص. الأزمات الاقتصادية تحتاج إلى اقتصاديين يديرون هذه الأزمات. نعم. في وقت الشدة يتبين من هو الاقتصادي من الفاشل. لماذا يصعد إلى المنصب الاقتصادي المعين؟ بسبب دعم الحزب الفلاني وبسبب المحاصصة الطائفية أو العرقية أو غيرها. لذلك تجد من يمثل الاقتصاد في البلد لا يعرف شيئا عن الاقتصاد في البلد بتاتا. نعم. أما الأزمات السياسية، الأزمات السياسية لا تنتهي في هذا البلد. لماذا؟ لأن هذه الضغمة وهذه الفئة التي تحكم البلد لم تتفاهم ولم تأتي إلى هرم السلطة لكي تحكم البلد وتعطي الأمان من ناحية الأمان، من ناحية الأمان حياة المواطن، ومن ناحية الأمان الاقتصادي. فهؤلاء طلاب دنيا وهؤلاء طلاب كراسي، وأهم شيء الكرسي، وليذهب الشعب إلى أينما ذهب ولا يبالون بأي واد هلك. أما الأزمات الأمنية التي تخص حياة المواطن فهذا هو هدفهم ومطلبهم. لا يريدون من مواطن أن يبقى بأمان دائم، يريدون من المواطن أن يبقى في خوف دائم لكي لا يفكر في تغيير هذه الطغمة الفاسدة. أسأل الله أن يغيرهم، وأسأل الله أن يحفظ قناة الرافدين. شكرا 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 لك ابو سميه. ابو ياسين من بغداد، حياك الله. تحياتي لك اخوي. حياك الله يا غالي.
اخي اعتداء ايران شمل كل شيء بالعراق طبعا، شمل العراق وشعب العراق. اعتداء ايران اولا اعتدت على اعتدت ايران على مع العراق، اعتدت على الصناعه، اعتدت على الزراعه، اعتدت على الاراضي العراقيه، اعتدت على المواطنين الوطنيين ايران وبين البساطين هم اللي يحكمون العراق، هذول بساطين ايران وامريكا. No. ايران هي بس هم دول النبذون. ايران اعتدت على الزراعه والصناعه والمي وعلى الثروه السمكيه وعلى الثروه الحيوانيه وعلى كل شيء بالعراق اعتدت ايران. No. اخر شيء حتى جاي يكون بالنخيل والاشجار مال حجام بغداد. No. وهذا هذا كله مقصود. يقول لهم انتم اللي اجيتم من 2003 لحد الان، اجيتم من 2003 تسولفون بالديمقراطيه وبالمظلوميه ودمرتوه بالعراق، بس بس من قصتك اريد اقارن يعني. انتم من من تحكون على والله على ابو ياسين يعني دامسين. ابو ياسين اذا اذا تسمح لي انت تقول لي من رخصك اريد اطول، عندي اتصال وعندي واتسابات وما بقى لي وقت صدقا. بس لحظه انتم من هذاك النظام استلم العراق من 68 استلم تقريبا كل بناء قديم وحدثه 35 سنه هو يبني وامن وامان. انتم هاي كنت 19 سنه 20 سنه العراق رجعتوا لي وراء 150 سنه، وين الديانه مالتكم يا دجاله؟ وانا اترك اخوي لان شكرا ما عندي مجال. شكرا بقى. شكرا لك ابو ياسين، اعتذر منك اخوي العزيز. رافع الباب اللي من باب الحياك، الله يا رافع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. العفو مداخله، انا اعرف وقتك ضيق لكن مداخله سريعه بالاخبار. اخذ راحتك. في الله يحفظك في جنوب العراق بالاخص المناطق الجنوبية محافظة بابل محافظة بغداد والديوانية والناصرية بالأحداث الأخيرة حول الفتنة القادمة للأسف اليوم أخبار مزيفة انتشرت حول فتاوي من مراجع كبار تابعة إلى إيران إلى الفرس للأسف هم هدفهم إنشاء فتنة جديدة كما في السابق التي راح ضحاياها الآلاف. اليوم هو نزلوا أخبار أنه مرجعية الصرخي وما شابه ذلك أنه يقوم بفتوى تهديم، وهذا خبر كاذب لا صلة. مجرد كان خطيب، أنا طبعا متابع الأحداث، أنا إعلامي ومتابع الأخبار من أول يوم كان لي اتصال بالخطيب، والخطيب كان كلامه واضح. خطيب الجمعة كان رواية في كتب شيعية نقلتها مجردة حال حال أي جمعة، وكان الجوامع التي قام بها صلاة الجمعة تحتوي على كتب وشيعية وسنية وأيضا قرآن، لكن للأسف سرعان ما تسارعت الأحداث والآن اليوم تحدث الفتنة ويحرق كتاب الله، يحرق أمام الملأ والكل يتبرأ. للأسف لم نرى وقفة لا من الجانب الإعلامي من قنوات ولا نرى من المرجعيات التي تدعي الدفاع أنه عن الإسلام، لكن الإسلام أين الإسلام اليوم إذا كتاب الله يحرق في كافة الحسينيات والجوامع والكل في صمت والكل في صمت؟ أين الجانب الحكومي؟ أين جانب الدولة؟ ونحن دولة إسلامية. للأسف كتاب الله يحرق وجوامع تهدم وبناء يعني امام الملأ بواضح. طيب اخ رافع، اخ رافع بما انك انت قلت لي انت متابع الى الوضع اليوم، تقدر تعطيني ولو احصائيه سريعه شنو الاماكن اللي حرقوها اليوم او شنو اللي صار، شنو الاماكن اللي اقتحموها، منو اعتقلوا او منو ما اعتقلوا؟ نعم، ما حدث بصراحه منذ ليله البارحه هو اكثر من 20 مسجد وجامع تم حرقهم وتعدى عليهم طبعا بالرمي العشوائي، وكاميرات التصوير موجود الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والأمر الثاني أنه دخول أعداد من هذه الميليشيات الولائية جهلة، ليست لها غطاء رسمي ولا قانوني ولا لا نعلم هل كانت هناك لديهم فتوى حول هذا الموضوع. بصراحة ما نراه هو من تم اعتقاله أمام العالم، تم اعتقال بصراحة واختطاف اختطافات عشوائية من أتباع الصرخي
من دون مبرر قانوني امام القضاء لا نرى هل هنالك تهمة، هل هنالك شكوى صادرة، لماذا القانون لم يبرر، لماذا الدولة لم تتخذ اجراء لازم. للاسف ما اراه اليوم، ما نراه اليوم بالشارع هنا في المحافظات الجنوبية هو عبارة عن غياب القانون والسلطة، وشبه انه اصبحت ساحة للصراعات الولائية اللي يتبع إيران الفرس وغيرهم. ما الذي فعلته ما يسمونه بأنه تكفيريين وكذا ودواعش، وما الذي فعلوه؟ أنا متابع لهؤلاء الناس البسطاء، كل ما يفعلونه حضورهم كل ليلة لإقامة قراءة القرآن. بصراحة ما رأيته هو إجرام لما تحدث اليوم في جنوب بابل في مدينة القاسم والحنز الغربي، هو أمام الملأ حفارات وشغلات تسح الجوامع بها كتب وصور قرآنية، ولا يوجد للأسف أمام القانون، ولا يوجد أي رادع لهم، ولا نعلم. نريد تبرير من تبرير إعلامي، نريد قانون، نريد نعرف ماذا يحدث. ماذا يحدث للأسف؟ يعني أنا اليوم تفاجأت، صمت حكومي تحت تضليل إعلامي، قنوات ولائية للأسف أنه تنشر أنه أكو فتوى. أي فتوى؟ اطلعوا على حساب هذا. أخراف، عندك معلومة من الجهات اللي دا تحرق؟ حسب ما غرد به مقتدى الصدر قبل يومين هو أنه وضح لهم حول خطيب، انه الخطيب انا تواصلت معه شخصيا وياك بس والله الوقت راح يدركني، بس انا اقصد عندك معلومه من الجهه اللي تحرق الى مساجد وجوامع تابعه الى الصرخي، لو ما عندك معلومه لهذا الموضوع. الجهات التي حاليا تحرقهم من اتباع مقتدى الصدر واتباع العتبات، ما يسمون للأسف، يعني للأسف هذا ما يعني الآن هسه حاليا. إذا تقدر تطلع بالدغارة بالضبط هسه في الوقت الحالي، وصلني توا تصوير بث مباشر رافعين. إذا تتابع الشاشة أخويا رافع، إذا تتابع الشاشة جوا أكو نافذة وتليفون، رقم تليفون اسمه نافذة، أنت ترى أي فيديو يوصلك تقدر تدز على هاي النافذة، وإن شاء الله القناة تتابع هذا الفيديو وينشر على القناة، لأن هي نافذة وجدت إلى المواطن العراقي، إذا صور شيء حتى نقدر ننشره. أشكرك جزيل الشكر أخ رافع من بابل، أعتذر منك لكن أرد أقرأ بعض الواتسابات. رسالة تقول: أخي، أفل الهجوم على الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار الطماطة فيه ظلم كبير وإجحاف بحق الفلاحين. ارتفاع الأسعار جاء بسبب عزوف الفلاحين عن الزراعة بأسباب عدة. أولا، الخسارة المتكررة لأعوام السابقة على سعر كيلو 100 دينار والصندوق ب 3000 دينار، ارتفاع سعر برميل الغاز إلى 150 ألف دينار، ارتفاع الأسمدة إلى 1,800,000 واليوريا إلى 1,300,000. فالارتفاع ليس بسبب جشع الفلاح كما يروج البعض. التفاوت بسعر الطماطم من 100 دينار إلى 2000 دينار يعني 20 ضعف يحصل في إشباه الدول التي لم تعرف قيادة شعوبها وأدارتها. فحماية المنتج أولا وحماية المستهلك ثانيا، وإلا فإننا في دمار شامل للزراعة. ورسالة أخيرة تقول: السلام عليكم، ما يحصل اليوم في العراق هو نتيجة تكالب السياسيين على خيرات هذا البلد من أجل ملء جيوبهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبدون تعليق. مشاهدينا الكرام، أعتذر للي ما قرأت رسائله، أعتذر للي ده يحاول يتصل وما قدر يتصل بينا أو ما قدرنا نسمع صوته، لكن الوقت أدركنا. أعتذر منكم جدا مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، وبموضوع جديد يهمكم ويهم المواطن ويهم هذا البلد حتى نقدر نرتقي بهذا البلد. نلتقيكم غدا إن شاء الله، في أمان الله.